هذا وتستضيف دار الأوبرا احتفالية فنية تحييها فرقة البحرين المصرية في إطار الاحتفال بتدشين إعلان مملكة البحرين في مصر تحت رعاية العاهل البحريني بمشاركة عدد من السفراء والمسؤولين، وذلك للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين. وللمزيد ينضم إلينا من دار الأوبرا المصرية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، تضعنا في أجواء الاحتفالية وتفاصيل هذه الاحتفالية. نعم، بعد التحية، بداية كل عام والشعب المصري والبحريني بألف خير. نحتفل أيضا بمرور 50 عام على العلاقات المصرية البحرينية. أما هذه الاحتفالية التي يعني تأتي وسط أجواء من المحبة والبهجة والمحبة الصادقة بين الشعبين، هذه الاحتفالية تقام على المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره بحضور عدد كبير من السفراء والضيوف والمسؤولين والشعب المصري والبحريني في دار الأوبرا المصرية منارة الثقافة والفن. هذه الاحتفالية تأتي في إطار الاحتفال بتدشين إعلان مملكة البحرين ومركز المركز العالمي مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يهدف إلى تعزيز ومبادئ السلام وأيضا الحوار بين الأديان والتنوع الإنساني. هذه الاحتفالية تحييها فرقة البحرين للموسيقى التابعة لهيئة الآثار والثقافة البحرينية، وهي من أشهر وأكبر الفرق الموسيقية في مملكة البحرين، بمشاركة عدد من الفنانين البحريين وأيضا وجود بعض العازفين المصريين في هذه الفرقة. بدأت الاحتفالية أيضا بكلمة مهمة للغاية للسفير الأسبق السفير تقي البحارنة، وهو أول سفير لمملكة البحرين في جمهورية مصر العربية بعد استقلال مملكة البحرين عام 1971. عبر عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا للمسؤولين المصريين وأيضا للشعب المصري على حفاوة الاستقبال والمحبة، وأكد على قوة العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وتم تكريم السفير أيضا من قبل دار الأوبرا المصرية. ثم انطلقت الأغاني المصرية البحرينية وبدأت بأغنية يا حبيبتي يا مصر، وأيضا يعني كان هناك حالة من الحماس وأيضا التفاعل من الجمهور مع الفرقة الموسيقية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. عندما تحدثنا أيضا مع الفنانين المشاركين في هذه الاحتفالية، عبروا عن يعني فخرهم واعتزازهم بالغناء داخل دار الأوبرا المصرية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحيي هذه الفرقة أمسية فنية داخل دار الأوبرا المصرية، فقد شاركت في مهرجان الموسيقى العربية في 3 دورات، كان آخرها عام 2022 العام الماضي. وأيضا هناك يعني بعض من أعضاء الفرقة داخل فرقة البحرين للموسيقى قد قاموا يعني درسوا في بعض المعاهد الفنية المصرية، ثم عادوا لاستكمال مسيرتهم الفنية داخل هذه الفرقة. فبالتالي الاحتفالية اليوم تدل على قوة العلاقات المتبادلة بين الشعبين الشقيقين، وأيضا أن يعني مملكة البحرين من أولى الدول التي تدعو دائما إلى التسامح وإلى نشر قيم التسامح، وهناك أهداف يعني مرتبطة وتبادلية بين الشعبين وبين مصر ومملكة البحرين فيما يتعلق بنشر التسامح في الدول العربية. فاليوم تأكيد على قوة وعمق هذه العلاقات، أمسية فنية تجمع بين الأغاني المصرية والأغاني البحرينية أيضا التي تعبر عن التراث البحريني، وتأكيد على استمرار هذه العلاقات بين الشعبين المصري وأيضا البحريني. وكانت هناك يعني تصريحات صحفية تدل على هذه العلاقات. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من دار الأوبرا المصرية.
عاشور.